في سلسلة تطور كأس العالم منذ النسخة الأولى وحتى المونديال الروسي، مرت الأحذية مثلها مثل غيرها من أدوات البطولة بتطور كبير، وباتت الشركات المصنعة تتفنن في ابتكار أفضل التصميمات والتقنيات لهذه الأحذية لمساعدة اللاعبين على الركض بسرعة كبيرة والتسديد بقوة وإتقان والحفاظ على التوازن. أشهر الأحذية وأولها في المونديال كان من تصميم الألماني أدولف داسلر صاحب شركة أديداس وشقيقه رودولف الذي أسس شركة بوما. في مونديال 54 شهد العالم لأول مرة مسامير مثبتة في أسفل الحذاء. في الستينيات بدأت الأحذية بالتخلي عن الرقبة الطويلة لتغطية الكاحل، وهو ما أعطى اللاعبين ديناميكية أفضل وسرعة في تغيير المسار. في مونديال المكسيك 70 عرفت الأحذية لأول مرة دخول الألوان على خط التصاميم، وبعدها بدأت الشركات بوضع شعاراتها وأسمائها على الأحذية. وفي نفس الحقبة دخلت جلود الكنغر والعجل والبقر على خط صناعة الأحذية. في مونديال ألمانيا 2006 استخدمت تقنية الليزر لأول مرة لقص الجلد وصناعة الأحذية بالكامل. وفي عام 2010 بدأت الشركات بتصنيع أحذية من مواد مختلفة لتصبح الأحذية أخف وزنا بشكل كبير، حيث قدمت شركة نايكي حذاء وزنه 200 جرام فقط. دخول اللاعبين على خط التسويق للأحذية والماركات بدأ منذ فترة طويلة، ففي مونديال 62 ارتدى الأسطورة بيليه حذاء بوما، ومن يومها أصبح للاعبين خيارات لتعديل شكل الحذاء وتغيير المسامير والألوان ووضع الأسماء وغيرها الكثير.